سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 26. واخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن ابيه امصي. هو بنى ايلة وردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع ابائه. كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في اورشليم، واسم امه يكوليا من اورشليم. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل امصيا ابوه. وكان يطلب الله في ايام زكريا الفاهم بمناظر الله، وفي ايام طلبه الرب انجحه الله. وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنى وسور اشدود، وبنى مدنا في ارض اشدود والفلسطينيين. وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعث والمعونيين. واعطى العمونيون عزية هدايا، وامتد اسمه الى مدخل مصر لانه تشدد جدا. وبنى عزية ابراجا في اورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها. وبنى ابراجا في البرية وحفر ابارا كثيرة، لانه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرم، لانه كان يحب الفلاح. وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب احزابا حسب عدد احصائهم عن يد يعئيل الكاتب ومعسيا العريف تحت يد حنانية واحد من رؤساء الملك. كل عدد رؤوس الآباء من جبابرة البأس 2600، وتحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. وهيأ لهم عزية لكل الجيش أطراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحجارة مقاليع. وعمل في اورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الابراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة. وامتد اسمه الى بعيد اذ عجبت مساعدته حتى تشدد. ولما تشدد ارتفع قلبه الى الهلاك، وخان الرب الهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية ان توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإقاد. اخرج من المقدس لانك خنت، وليس لك من كرامة من عند الرب الاله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته امام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، واذا هو ابرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى انه هو نفسه بادر الى الخروج لان الرب ضربه. وكان عزية الملك ابرص الى يوم وفاته، واقام في بيت المرض ابرص لانه قطع من بيت الرب. وكان يوثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الارض. وبقية امور عزية الاولى والاخيرة كتبها اشعياء ابن اموص النبي. ثم اضطجع عزية مع ابائه
ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يوثام ابنه عوضا عنه. الأصحاح 27. كان يوثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صدوق، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزي أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبنى كثيرا على سور الأكم، وبنى مدنا في جبل يهوذا، وبنى في الغابات قلعا وأبراجا. وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم، فأعطاه بنو عمون في تلك السنة 100 وزنة من الفضة، و10,000 كر قمح، و10,000 من الشعير. هذا ما أداه له بنو عمون. وكذلك في السنة 2 والثالثة، وتشدد يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. وبقية أمور يوثام وكل حروبه وطرقه ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. ثم اضطجع يوثام مع آبائه، فدفنوه في مدينة داود، وملك أحاز ابنه عوضا عنه. الأصحاح 28. كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل سار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم. وهو أوقد في واد ابن هنوم، وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. فدفعه الرب إلهه ليد ملك أرام، فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما، وأتوا بهم إلى دمشق. ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل، فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح بن رمليا في يهوذا 120,000 في يوم واحد، الجميع بنو بأس، لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. وقتل زكري جبار أفرايم مع سيا ابن الملك، وعزرقام رئيس البيت، وألقان ثاني الملك، وسبى بنو إسرائيل من إخوتهم 200,000 من النساء والبنين والبنات، ونهبوا أيضا منهم غنيمة وافرة، وأتوا بالغنيمة إلى السامرة. وكان هناك نبي للرب اسمه عوديد، فخرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة وقال له: هوذا من أجل غضب الرب إله آبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم، وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء، والآن أنتم عازمون على إخضاع بني يهوذا وأورشليم عبيدا وإماء لكم. أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم؟ والآن اسمعوا لي وردوا السبي الذي سبيتموه من إخوتكم، لأن حمو غضب الرب عليكم. ثم قام رجال من رؤوس بني أفرايم، عزريا بن ياهو حنان، وبرخيا بن مشليموت، ويحسقيا بن شلوم، وعماس بن حدلاي على المقبلين من الجيش، وقالوا لهم:
لا تدخلون بالسبي الى هنا، لان علينا اثما للرب، وانتم عازمون ان تزيدوا على خطايانا وعلى اثمنا، لان لنا اثما كثيرا وعلى اسرائيل حمو غضب. فترك المتجردون السبي والنهب امام الرؤساء وكل الجماعة، وقام الرجال المعينة اسماؤهم، واخذوا المسبيين والبسوا كل عراتهم من الغنيمة، وكسوهم وحذوهم واطعموهم واسقوهم ودهنوهم، وحملوا على حمير جميع المعينة منهم، واتوا بهم الى اريحة مدينة النخل الى اخوتهم، ثم رجعوا الى السامرة. في ذلك الوقت ارسل الملك احاز الى ملوك اشور لكي يساعدوه، فان الادوميين اتوا ايضا وضربوا يهوذا وسبوا سبيا، واقتحم الفلسطينيون مدن السواحل وجنوبي يهوذا، واخذوا بيت شمس وايلون وجديروت وسكو وقراها وتمنة وقراها وجمزو وقراها، وسكنوا هناك، لان الرب ذلل يهوذا بسبب احاز ملك اسرائيل، لانه اجمح يهوذا وخان الرب خيانة. فجاء عليه تلغت في الناصر ملك اشور وضايقه ولم يشدده، لان احاز اخذ قسما من بيت الرب ومن بيت الملك ومن الرؤساء واعطاه لملك اشور، ولكنه لم يساعده. وفي ضيقه زاد خيانة بالرب الملك احاز هذا، وذبح لآلهة دمشق الذين ضاربوه، وقال لان آلهة ملوك ارام تساعدهم انا اذبح لهم فيساعدونني. واما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل اسرائيل. وجمع احاز آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله واغلق ابواب بيت الرب، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في اورشليم، وفي كل مدينة فمدينة من يهوذا عمل مرتفعات للايقاد لآلهة اخرى، واسخط الرب اله ابائه. وبقية اموره وكل طرقه الاولى والاخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا واسرائيل. ثم اضطجع احاز مع ابائه فدفنوه في المدينة في اورشليم، لانهم لم يأتوا به الى قبور ملوك اسرائيل، وملك حزقيا ابنه عوضا عنه. سفر المزامير، المزمور 23. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي، واسكن في بيت الرب الى مدى الايام. سفر الامثال، الاصحاح 20. الولد ايضا يعرف بافعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ رسالة بولس الرسول الى اهل روميا، الاصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لانه ليس سلطان الا من الله،
والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقه، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات.